صار بهم كورونا ها، وحتى طبيب ما جايهم يشترون العلاج شريط البارستول من برا يشتروه ب10,000 دينار، واحنا بالقوة يلا يدخلونا الشريط اجيب علاج، هالكثرة كله يرجعون. كثير يقولون دا يموتون، وخاصة مرض السل ومرض التهاب الكبد الفيروسي هناك يعني قاعد يموتون عندهم، وخايفين ولا طبابة تجيهم. مخاوفنا على اهلنا يومية بصدمة، يومية دا نسمع معتقل فلان مات، معتقل فلان توفى في سبب تردي الوضع الصحي داخل السجن، وين الرقابة الصحية داخل السجن. نسمع هواية ونسمع أكثر من معتقل يوميا أنه يموتون في سبب المرض، وعندنا شكوك وتعذيب مستمر في سبب إطار يعني هاي شوفوها موضوع الطائفية. نرجو من الحكومة يطلعوهم كل من حال سبيله أو إعادة تحقيق، قال عنده شيء عنده والما عنده يطلع. البيوت مملية، أوادم أهاليتهم وجهالهم وهم خطية.